اليوم الجلسة كانت أساسا مبرمجة من أجل المواجهة، ولكن قبل منها ابتدأ التحقيق مع متهمين في إطار تحقيق تفصيلي، من بعد منه كذلك كاين الاستماع للضحيتين في إطار كذلك تحقيق تفصيلي اللي غتم من بعد منه حسب يعني البرنامج ديال الجلسة اليوم تحقيق المواجهة بين الضحايا والمتهمين. نبغي نخبر كذلك بأنه اليوم وضعنا شكاية جديدة ديال الضحية سابعة اللي وضعت الشكاية ديالها، واللي هي ضحية ديال اعتداءات جنسية، واللي يعني فيها متهمين أو مشتكى بهم جداد في الملف، واللي هما مجموعة ديال المسؤولين اليوم في هاد الشركات. كاين مجموعة ديال الإجراءات بالموازاة للملف اليوم اللي معروض، هو أنه كدفاع وبتشاور مع الضحايا كاين مجموعة ديال الضحايا اللي المتهمين أو المشتكى بهم موجودين خارج أرض الوطن، ستتم يعني في إطار الانتداب القضائي الإجراءات المسطرية اللي بدينا السلوك ديالها. كذلك اليوم كانت شاوروا كذلك مع الضحايا وكانت خبروا معهم في إطار أننا نوضعوا شكايات في فرنسا ضد بعض المشتكى بهم. هناك متهم اللي فر من العدالة المغربية متواجد الآن في فرنسا، وغادي نسلكوا جميع المساطر لضمان حقوق الضحايا اللي تعرضوا للاعتداءات الجنسية، واللي كانوا يعني ضحايا ديالو عندهم أضرار متعددة، يعني ماشي المجال ديال التفصيل فيها. وكذلك متهمين آخرين مشتكى بهم آخرين موجودين الآن على التراب الفرنسي، كذلك غادي نسلكوا جميع المساطر لضمان جميعا وطبعا وإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية. واللي اليوم كذلك نبغي نخبر بأن هناك اتصالات كثيرة لا بالجمعية ولا بالدفاع، مجموعة ديال الضحايا اللي مازال فواحد الوضعية ديال التردد، وحنا كنعرفوا وضعية الضحية وضحية الاعتداءات الجنسية، الخوف من المحيط ديالها، الخوف من المجتمع، الخوف ما كتفقد الثقة. وبالتالي اليوم حنا مسيرين معهم ومواكبين معهم هذه الأمور، وغادي نشوفوا واش يوصلوا أنهم يوضعوا شكايات جديدة، لأن هذا الأمر كيبين الفضاعة ديال الواقع اللي كيعيشوها الضحايا في هاد الشركات ديال اسيو 2000 او لا فيلافي. اليوم كاين المتهمين اللي تمت الاستماع لهم عند السيد الوكيل العام 6 معتقلين وجوج متابعين كذلك في حالة الطرح، اللي هما معروضين اليوم على قاضي التحقيق. والشكاية الجديدة فيها مشتكى بهم جداد، ما كانوش كاع في هاد الشكايات القديمة، هذه مشتكية اللي قضت أكثر من 12 سنة في هاد الشركات، واللي اليوم كان الجزاء ديالها في الوقت اللي وضعت الشكاية وبلغات على الاعتداءات الجنسية هو الطرد من العمل، ولأنها فقط طلبت حقوقها وطلبت الإنصاف ديالها، لأنها كانت ضحية وكانت الظروف كلها ما كتساعدش داخل هذه الشركات باش يمكن يجهروا بهذا الشيء اللي كيوقع. ولكن اليوم كنظن بأن هاد الضحايا اللي كنحييهم بشكل كبير، كنحيي الدفاع، كنحيي الجمعية كذلك بكل أعضائها، لأنهم فضحوا ممارسات ديال في مكان ديال العمل واللي شجعوا ضحايا أخرين يجهروا بالاعتداءات الجنسية. وكان نتمنوا ان هذا الشيء ما يبقاش محدود في هذه الشركات، بل هذا الجرأة اللي كانت عند هاد الضحايا انه يمكن يشجعوا ضحايا في مجالات اخرى. وحنا تبعنا المجتمع شنو كان فيه، لا في الجنس مقابل النقاط، ولا في المدارس، ولا في اطفال اللي كندافعوا عليهم كجمعيه الى غير ذلك. كنضل اليوم شكرا لكم كذلك انتم كنساء ورجال الاعلام اللي كتساهموا في انكم توصلوا الصوت ديالنا، انكم تعبوا وتحسوا بانه كاين افعال اجراميه جنسيه كترتكب، ما خصناش نبقاو ساكتين عليها. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.